The following street light has the following density. Rho AB 12 كيلوغرام بير متر ران. مدين ال BC وال CD وال DE. عايز the mass and position of the center of mass of section AB اللي هو في النص هنا. هيبقى 4 في الرو الماس عبارة عن طوله في الرو بتاعه اللي هو 12 يساوي 48 كيلوغرام. فين مكانه؟ قد 0 × 2 سيكشن بي سي هنا كده الماس البي سي 8 ارتفاعه 3 يبقى 24 او طوله 3 24 كيلوغرام ات 0 × 5.5 سي دي اللفة دي فيها جزء ستريت اللي هو يجي هنا كده وجزء ده اللي هو ربع دايرة يجي هنا والجزء ده يجي هنا. بلاش النقطة دي عشان ما تلخبطش. الجزء اللي هو سي سي داش مثلا ام سي سي داش عبارة عن 1 × 5 5 كيلوغرام ات 0 × 7.5 الجزء اللي هو ام دي داش دي عبارة عن 1 × 5 برضو مكانه عبارة عن هنا في 1.5 يبقى 1.5 والارتفاع الكامل 8 × 9 الام سي داش دي داش ربع دايرة يعني 0.5 باي ار في 5 هيطلع طبعا اكتر من 5 لان اكتر من 1 يبقى 0.5 باي 2.5 باي على طول 7 × 8 = 5 ات الحتة دي تبقى للجداول 4 ار على 3 باي نفس الشيء دي من هنا لهنا. فمعنى كده الاكس 1 ناقص الجزء ده 1 ناقص 4 على 3 باي لان الار 1.576 وبالنسبة للواي 8 والحتة دي 8 4 × 2 = 4 وعايز الماس الكلي سي دي مجموعهم 17 × 8 = 5 كيلوغرام ات الاكس بار عبارة عن مجموع الماس في الاكس لكل قطعة على مجموع الماس يعني هضرب 5 × 0 و5 × 1.5 يعني 7.5 و7 × 8 = 5 في 0.576 كل ده على 17 × 8 = 5 طلع 0.673 متر والواي بار نفس الطريقة بس هضرب 5 × 7.5 زائد 5 × 9 = 45 زائد 7 × 8 = 5 8.424 واقسم على 17 × 8 = 5 8 3 3 The mass and the position of the center of mass of section DE الماس هيساوي طوله 1.5 والرو بتاعته 2 يبقى 3 كيلوغرام ات 1 × 1 = 2.75 والارتفاع كله 9 The total mass and the position of the center of mass للكل
الام توتال نجمعهم. 48 مع 24 مع 17 مع 3 92.85 كيلو جرام، صح كده؟ 24 و48 و17 و3. الإكس بار عبارة عن مجموع الإم في الإكس لكل قطعة على مجموع الإم، يعني 48 في 0 و24 في 0 و17 85 في 0.673 بلس 3 في 2.75 نقسم على 92.85 0.218 متر. والواي بار نضرب نفس الطريقة بقى، سيجما الام في الواي على سيجما الام يساوي 48 في 2 يعني 96، 24 في 5.5 17، 8.5 في 38، 3 في 9، كل الكلام ده على 92.85، 4.35 متر. آخر حاجة، وات ذا مومنت دو تو ذا ويت of the steel light at A. الويت هنا بيمر فمالوش، ما بيعملش مومنت هنا، وده نفس الشيء، والقطعة دي نفس الشيء، مفيش إلا القطعة دي والقطعة دي 2 3. فأقول كده المومنت عبارة عن مومنت كده كله مع عقارب الساعة. فأول جزء اللي هو ده 7.85 جي، هذه الجاذبية الأرضية في 0.576 زائد، خلصنا من الحتة دي، دي ملهاش. الجزء ده اللي هو 5 جي مسافته كانت 1.5 زائد الجزء الأخير هو 3 جي مسافته 2.75 يساوي 7.85 في 0.576 زائد 7.5 زائد 3 في 2.75 الليلة دي كلها في 9.81، هديني 199 نيوتن دوت متر.